إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، وكما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة في بيان رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنفي فيه كل المعلومات والأخبار التي راجت خلال الساعات القليلة الماضية، مفادها على أن كأس إفريقيا ديال 2025 غادي يتأجل إلى بداية 2026 أو تحديدا يناير 2026. عديد من المنابر نقلت هذا الخبر، من بينها منابر كبرى، لكن تخرج الكاف الآن ببيان رسمي وتقول على أن هذه المسألة ليست صحيحة، وعلى أن القرار النهائي غادي يتخذ حينما تجتمع اللجنة التنفيذية ديال الكاف. وهاد الأخبار أو هاد الإشاعات أو هاد ما تم الترويج له خلال الأيام القليلة الماضية هي ليست الأولى من نوعها، لأنه كانت هناك كذلك حملة من طرف الجار المقنوط لدخلها القنطة، كما يقول المثل، الحفلة في داري والقنطة عند جاري، كأس إفريقيا في المغرب والقنطة عند حاضرة الجزائر. لي خلال الأسابيع الماضية كانوا ناشرين إشاعات كما العادة وكما اعتدنا دائما بأن المغرب غير جاهز لاحتضان كأس إفريقيا وبأن الملاعب ما غادي تكون جاهزة، يعني نفس الأسطوانة اللي كانوا كيرددوها حينما كان الأمر متعلق بالكوت ديفوار، وكانوا ناشرين اوهام وتقول لك الكوت ديفوار غير جاهزه وما غاديش تنظم والتنظيم غادي يمشي عند حاضره الجزائر، يعني مجموعه من الاوهام والخزعبلات اللي كانوا كيتنقلها او كانت كتنقلها الابواق الاعلاميه ديال نظام حاضره الجزائر. فيما يتعلق بكاس افريقيا 2025، المساله ديال التاريخ هي بالفعل لم يحسن في التاريخ، لكن التاريخ ديال التنظيم غادي يكون حسب ما يريده المغرب. المغرب بغاها في الصيف غادي تكون في الصيف، ما بغاهاش في الصيف ما غاديش تكون في الصيف، غادي تكون في تاريخ اخر. بطبيعه الحال كان هناك المشكل ديال كاس العالم للانديه في نسخته الجديده عفوا، اللي غادي يكون بفرق اكثر، اللي غادي يكون كذلك في الصيف ديال 2025، فالفيفا عندها الوقت مزاحم مع كاس افريقيا كذلك، فغادي يشوفوا التخريجه ديالها كيفاش غادي تكون، والتخريجه غادي تكون بما هو في صالح المغرب وبما يريده المغرب في نهايه المطاف. اما القضيه ديال الملاعب غير جاهزه وما عرفش شنو من الخزعبلات، ما هي الا اوهام واحلام ديال نظام حاضره الجزائر اللي كيحاول ينشرها في كل مره باش يضحك على البوصبعي يعني المستحمر، خصوصا وان نظام حاضره الجزائر كان دخل في منافسه مع المغرب من اجل تنظيم كاس افريقيا 2025 وخسر هذا المنافسه خساره مذله، لدرجه انهم اضطروا على انهم ينسحبوا وبداوا كيروجوا كذلك للكولسه والجوسسه والايادي الخارجيه والقجع والتامر وما الى ذلك. دابا بعد ما اخذ المغرب التنظيم غادي يبداو يخرجوا الاشاعات والاكاذيب وما الى ذلك. انا لا استبعد على ان المساله تقدر تكون فعلا غادي تاجل الى بدايه 2026، لكن في يناير 2026، لكن غادي يكون ديك الشيء حسب ما يريده المغرب. المغرب اذا بغى تاجل الى بدايه 2026 داك الشيء اللي غادي يكون، بغا تكون في الصيف ولا بعد الصيف ديال 2025 في ديسمبر مثلا غادي تكون، داك الشيء اللي بغى المغرب هو اللي غادي يكون. بطبيعه الحال ما كاينش اللي حد شي حد اللي غادي يفرض علينا داك الشيء ديالو. بطبيعه الحال فوز القجع قائم بالواجب ديالو، قائم بالمهمه ديالو فيما يتعلق بهذا الملف كاس افريقيا 2025، وكما قال سابقا ان شاء الله غادي تكون افضل واحسن نسخه في التاريخ ديال كاس افريقيا هي اللي غادي تنظم عندنا هنا في المغرب. بطبيعه الحال لا مكان للبوصبعيين وللهكاويين، وان شاء الله بعد صدور العقوبات غادي توقفوا لسنتين، وبالتالي غادي نتهناو من الصداع ديالهم والصداع ديال حاضره الجزائر وهذوك الهمج ديال 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 البوصبعيين. وراكم شفتوا مؤخرا يعني خلال اليومين الماضيين تلك الفوضى اللي كانت وقعت عندهم في ملعب قسنطينه واحراق للملعب واعمال شغب واشتباكات و الروينه كحلا كتناضت عندهم، فبالتالي هذوك الهمج ما بغيناهمش يجوا عندنا المغرب، خصوصا في تظاهره كبرى مثل كاس افريقيا 2025. اذا اجدد تذكير متابعينا الكرام على ان الاتحاد الافريقي لكره القدم نفى نفيا قاطعا تلك الاشاعات التي راجت خلال الساعات القليله الماضيه حول تاجيل كاس افريقيا 2000 الى 2026. القرار ديال تثبيت التاريخ ديال كاس افريقيا 2025 غادي يكون بعد الاجتماع ديال اللجنه التنفيذيه، وطبيعه الحال غادي يكون حاضر فيها السيد فوزي القجاع بحكم انه عضو في اللجنه التنفيذيه، وغادي يختاروا التاريخ المناسب وغادي يختاروا المكان المناسب او يعني المكان المناسب في السنه بطبيعه الحال باش انه يتنظم او تقام هذه المنافسه اللي هي كاس افريقيا 2025، وان شاء الله غادي تكون نسخه استثنائيه وغادي تكون بالنسبة للمغرب تحضير
لكأس العالم 2030. وطبيعة الحال المغرب يحتضن التظاهرات الكروية الكبرى، التظاهرات الرياضية الكبرى والعالمية، والقنطة كاينة عند هوك، والسعار كاينة عند هوك، وكما العادة حملة الأكاذيب والإشاعات كاينة عند هوك. لكن كل هاد المجهودات وهاد الخسارة ديال الأموال على الكذوب وعلى الإشاعات وعلى الفبركة هي لن تفيد نظام حضيرات الجزائر بشيء في نهاية المطاف، سوى أنه كيخسر المزيد من الفلوس على لا شيء. المغرب ثابت في مواقفه، ثابت في ما يريد أن يقوم به، ولا توجد أي قوة فوق هذا الكوكب قادرة على أنها تزحزح المواقف ديال المغرب ولا ما يريد المغرب القيام به، خصوصا على المستوى الرياضي من ناحية التنظيمات ومن ناحية البنية التحتية الكبرى الرياضية التي يتم الاشتغال عليها والعمل فيها. نرى على أن الملاعب المغربية التي يتم إعادة بناؤها الاشتغال فيها على قدم وساق بشكل متسارع، والأشغال تسير بسرعة غير مسبوقة، وتجدر الإشارة على أن من يعمل في هذه الملاعب ليس شركة صينية ولا شركة فيتنامية ولا شركة معرف شنو من جيبينها، بل شركات مغربية. على عكس دوك مسخات الوالدين، اي حاجه بغاو يبنيوها كيمشيو كيعيطوا للشينوا، شركات صينيه ولا شركات اجنبيه، لانهم ما كيعرفوا يديروا حتى شي حاجه، ما كيعرفوا يبنيوا، ما كيعرفوا يشتغلوا، ما كيعرفوا يخدموا، ما كيعرفوا ينظموا، ما كيعرفوا يديروا حتى شي حاجه. ضروري ما يعولوا على شي حد جاي من خارج ولا على شي دوله اجنبيه باش يديروا لهم داكشي اللي بغاو يديروا. ولكن بطبيعه الحال حتى في ذلك المسجد اللي بناوه في يعني الحضارة الجزائر اللي سموه المسجد الأعظم، شركات صينية هي اللي تكلفت به، حرفيين مغاربة هم اللي خدموا فيه، شركات أجنبية مختلفة هي اللي خدمت فيه. حضارة الجزائر ما داروا حتى شي حاجة سوى أنهم حطوا الفلوس، وبطبيعة الحال هادشي اللي كيعرفوا يديروا. أما الاشتغال باش أنهم يديروا شي حاجة ما كيعرفوا يديروا فيها حتى شي حاجة. إذن كأس إفريقيا 2025 إن شاء الله غادي تنظم في المغرب في التوقيت اللي بغينا إحنا، وفي الترتيبات اللي بغيناها احنا، والنسخه غادي تكون استثنائيه، والفرحه غادي تكون عندنا، والقنطه غادي تكون عند هوك، اللي بغى ينطح راسه مع الحيط ينطح راسه مع الحيط، كل شيء غادي يكون واجد، لاننا هنا في المغرب وليس في زريبه وحضيره الجزائر اللي هذا النوع من الفضائح هما اللي كتكون عندهم دائما. وشنا هذه المساله في الشان، وشنا هذه المساله في تظاهرات صغرى، تظاهرات ديال الكاف صغرى شفنا فيها الفضائح عند حضارات الجزائر، من هذوك الكيران ديال الحباسة إلى الملفي إلى مجموعة من الأمور الأخرى، وزيدوا عليها هذه الزيارة ديال بنزيما مؤخرا إلى حضارات الجزائر والفضائح المتكررة فيما يتعلق بهذا الموضوع. متابعينا الكرام، سوف أوفيكم بالمزيد من المستجدات فيما يتعلق بهذا الموضوع حصرا. أراكم في فيديو قادم، وكنتمنى تخليوا لي الآراء ديالكم والتعليقات ديالكم، ثم أراكم في فيديو قادم.